اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده وبرنامجكم المراه الفاضله. الله بيجي بطريقه خارقه للطبيعه لتسديد احتياجاتك. اذا بدي اتواصل اول شيء لازم انا بشكل عملي مارسه معه هو المحبه. المراه الفاضله هي تاج لبعلها. المراه الفاضله هي ثمنها الذي يفوق كل الآن. من الاراضي المقدسه، من القدس والجليل، من بحيره طبريه والمختص، المكان اللي يسوع المسيح ظهر لشاول وحوله الى بولس. دايما العبد حاسس انه مرفوض، لكن الابن حاسس انه مقبول. الكلمه اللي تتقال في الوقت الصح تاثيرها عظيم جدا. اعرفي ان انت في حاجه غلط لو ما تقدريش تصارحي بابا وماما بالعلاقه دي. التغيير اللي هيعمله في حياتك؟ أكيد هيخرجني أماكن كتيرة برا. أول ما أسمع صوت عصافير أتذكر الفدا. إزاي؟ كل ما تفتكره مش قادرة تغفر له بالرغم من إنه مات. من ناحية طبية إنه أنا هون فقدوني متت. مت؟ آه. I praise him for all that he has done in my life. All the glory be to him. هنا بيت باسل حبقوق، الشخص اللي ربنا نجاه عن الزلزال بعد ما قعد 52 ساعة تحت الأنقاض. أهلا وسهلا بكم في مقابلة خاصة مع شخص الرب أنقذه من تحت الأنقاض بعد 52 ساعة. هنتقابل معاه ونشوف عمل الله العظيم في حياته. اهلا بيك، اهلا بيك، اهلا بيك. انا شرفتونا. احكي لنا، انت كنت رايح تركيا تعمل ايه؟ انا دايما بروح على تركيا بجيب قطع من البساط اللي عندي، قطع غيار يعني. شو بقولوا له، البارتس يعني، سبير بارتس. فبروح بجيب من تركيا، كون البساط اللي هي موجوده عندنا صناعه تركيه. فبنروح نجيب لك كل القطع المتوفره بتركيا لحتى نضل مستمرين بالشغل يعني. وتسائب كل شهر ونص، شهرين، ثلاث شهور بروح بجيب غراض وبجي. رحنا لتركيا أنا وشاب زميلي اسمه الياس. كان أول مرة بروح معي على تركيا، وكان حابب يروح كمان يجيب غراض للباصات اللي عنده، وكان كتير فرحان أنه بروح معي لأنه أنا دايما بروح. وصلنا على الفندق على تركيا واستلمنا الغرفة ونمنا سوا بالغرفة، يعني كانت الساعة 1:30، حوالي الساعة 4:15 وعيت التخت عم بهز، الغرفة بتهز، لقيت الياس واقف، قال لي يا باسل في هزة، قلت له يلا لنجي نركض يعني. صارت كتير تقوى الهزة ونسمع كتير أصوات خبيط وطقطقة وكذا بالبنى يعني. فتح الباب الغرفة وركضنا بالكوريدور. ما ركضنا مسافة طويلة كتير انقطعت الكهرباء. بالوقت اللي انقطعت فيه الكهرباء ما عدنا شفنا حاجة. شي بيضربني من هون طرد قوية كتير، بكبني بالأرض من تاني ميل بالكوريدور، بيضرب راسي بالحيط وبوقع على وجهي. بهالوقت السقف عم يوقع علينا، عم بيعبط السقف يعني، صار السقف يضرب فيي وينزلني معه الطبقات اللي هي عم تنزل. وانا عم صرخ لله وبدعي وللعذراء يعني، ما خليت حدا، ما دعيت له وما صرخت يعني واستنجد بالله. لما هدي الهزه والزلزال يعني، صار الياس يعيط لي يقول لي انا علقان ساعدني. قلت له انا علقان، خليني اجرب فلت حالي، خلص حالي لاشوف انت وين. ما كان فيني فلت بالاول كثير لانه انا كنت قاعد بمحل كثير على قدي، محشور يعني، كأنه معمل لي محل لإلي بس على عرضي وعلى طولي أقعد فيه، والسقف من فوق نازل يعني. كنت هيئ حالي أنا محطوط بقبر، بس أنا طيب، قول أنا مدفون بهاي الحالة، هيدا واحد مدفون بس هو طيب عنده روح، عم يعرف حاله أنه هو مدفون تحت الأرض. ما قطعت الأمل بالله أبدا، كنت صلي ادعي اطلب من الله، اطلب من العذراء كثير أنه ما تتركيني،
أنا ابنك، أشوف أمي، تهيئ أمي أنه هاي مرة كثير بتخاف الله وبتصلي، وكل يوم بتنزل عند العذراء وبتصلي لها أنه ما تخلوها تزعل علي لأنه بتحبك يا الله. هاي أمي مرة مؤمنة كثير، فالحمد لله كتر خير الله، الله استجاب لي لدعوية وأنا ضلت صحتي منيحة، ما كان عندي لا كسور ولا جروح بليغة، يعني الحمد لله كتر خير الله. وكنت عم بستغيث وعم عيط، بقيت 52 ساعة، كان كتير برد، كتير كتير كان برد، وأنا ما لابس هدوم شي، يعني بجامة رقيقة يعني. فكتر خير الله، يعني بنشكر الله على كل ساعة، وأنا بنعمي هلأ عايش لأنه كتب لي عمر جديد. كان إيه الحاجة اللي بتفكر فيها وشغلة كل تفكيرك؟ كتير كان مشغول بالي بأمي. أمي مريضة، يعني عندها ضغط وعندها سكري وتاخد دواء يعني. كانت مرتي قبل ما أروح من هون هيك عم بمزح معها نهار اللي سافرت، قلت لها إذا أنا صار لي شي بتركيا في إلي بالسوق مصاري، يعني الشغل مش شغل ديون، فمن هاي فلان إلي مصاري وهي الشخص تعدلنا إياهم. قالت لي لا مش هضب ديون، أنا بدي موت وراك. فصرت أقول إن شاء الله يا رب مرتي ما تستعجل بهالقرار أنه تقوم تعمل شيء لحالها، وأنا بعدني طيب وأنا لازم أطلع من هون لأنه ما صار لي شيء وبعدني طيب، بدو يلاقوني. كان عندي أمل كتير بالله أنه خلص بدو يلاقوني، أنه أنا طيب مش لازم أنه يصير لي شيء، لأنه ما صار لي شيء، ما متت، ما انزركت، ما صار لي شيء، أنه واحد عايش تحت الأنقاض بده يطلع بالنهاية. وولادي كتير فكر فيهم، وبين بنتي اللي كانت هون كل الوقت حسها حدي، يعني بنتي الصغيرة كل الوقت حدثها، أتحدث أنا وياها، يعني حسها هي حدي وأحكي معها. هل كان عندك شك أو تفكير إن أنت ممكن تروح؟ لا لا. ولا كنت بتفكر إن لا لك حياة وإنك هدف؟ لا لا أبدا، ما جاني أبدا ولا تفكير ولا 1% أنه أنا يمكن روح من هالدنيا، ما كان عندي هالتفكير أبدا. بالعكس كانت معنوياتي كتير قوية، وكنت كتير أنه مؤمن أنه أنا لازم أطلع، وإذا ما حدا طلعني بدي بطريقة ما أنا أطلع، كيف ما بعرف، بدي كسر بالبطون أعمل بشي لازم أطلع. يعني كان عندي، أنا أخذت معي شنطة كانت هي جنب الباب أنا وراكد، أخذتها معي هاي الشنطة لألي، كان فيها تليفون بس ما في خط، ما في سيم كارد، أخذها معي احتياط، وكان معي أكل بالشنطة، وكان معي اشياء بعوزها، حطيت وقتها كيس نايلون من البرد، حطيت كيس نايلون بإجري من البرد، يعني كنت قادر تتحرك شوي، حرك إجري، جسمي ما كنت من هون قادر حركه، بس كان المجال اتحرك عن إجري لأنه أنا كنت نايم بالقلب، كانت الأرض مايلة وأنا راسي من تحت وإجري من فوق، ما كنت نايم أنا بالوضع العكسي، يعني أنا راسي تحت وإجري فوق نايم، ما كنت أقدر أبرم، يعني جربت أنه أبرم الوضع تبعي أنه أنا أقلب راسي لفوق مشان أرتاح، ما كان فيني أبرم. أنت كنت في أي منطقة؟ أنطاكيا؟ أنا كنت بأنطاكيا بأوتيل الأزهر. ما كانش فيه أي فرق إنقاذ بتنقذكم؟ مين اللي كنتوا شايفينه أو سامعين موجود في المكان؟ أنا اللي دهروني من محل ما كنت على الآن، هو في إلي صديق بتركيا اسمه موسى، إلي حوالي 23 سنة بعرفه، كان عايش بلبنان من زمان هو الآن هون، وأهله كانوا بلبنان، وتعرفت عليه بمرسين. لما حكيت معه مرتي نهار التنين، تقول له باسل ما عارفين شي عنه، باسل مش عارفين وين، بقوم بيجي من مرسين على أنطاكيا، بصير يدور علي، هو شاب اسمه سامع اللي هو وصلني بالليل على الفندق، قال له وصلته على هذا الفندق، صار هو وسامع كل الوقت حد الفندق يتصلوا فيهم أهلي من هون مخيي، وكلهم يحكوا معه لحتى يعطيهم المعلومات. جاب أولاد عمه هن بيشتغلوا بالبناء وبالعمار، هن اللي كانوا عم بيساعدوا غودي، كانوا يروحوا على شركة الأفد يعطوهم عدة مشان يحفروا ويساعدوا العالم متطوعين يعني، فهن اللي طلعوني، شركة الأفد اللي طلعوني، المتطوعين أولاد عمه لموسى اللي كانوا أخدين عدة هن اللي طلعوني، وهن قالوا لي موسى هون لما عرفوني أنا اللبناني، قال لي أنت باسل؟ قلت له إيه أنا باسل، بيقوم بقال لي الشيخ موسى بوردة، يعني الشيخ موسى هون، قلت له موسى هون؟ قال لي إيه موسى هون هون،
هم عيطوا له، اجى صار يحدثني، وساعتها اتصل بمرتي وقال لي انا عم بحكي معه. قلت لي كان بعد انا ما ظهرت، كنت بعدني على الان. لما ظهروني قلت له موسى قال لهم للشباب في الياس جنبي، يعني ما بعيد كثير عني، لوراي حوالي 3 امتار، الياس موجود جنبي بنفس المحل. وانا رحت على المستشفى واخذوني على اضنا بالهليكوبتر وعملوا لي فحوصات وتصوير. بيت يوم ورجعت ثاني يوم على انطاكيا، قال له لموسى شو صار؟ قال لي ما لقينا شيء. يا موسى الياس كان جنبي، انا عارفه وعم بسمع صوته كان جنبي. قال لي الفرق اللي عم تجي ما عم بيدوروا على حدا ميت، يعني اذا في حدا عنده روح عم يعطي اشاره، عنده علامه، هي اللي بيطلعوه. السعيد بيعرف انه في بطريقه الانقاذ في خطه بيعملوها، بيعيطوا بده يرد عليهم الحدا انه انا موجود، اذا ما بيقدر يرد بالصوت بده يعطيهم علامه بالطقطقه بالصفيره باي شيء انه انا وين موجود. فيجوا الفرق لانه نعملوا معروف، في الي رفيقي جوا كنت عم بحكي معه انا من شوي، يعني نقول لهم انه كان حي وبعده عم نحكي، يجوا يجربوا يعيطوا له ما حدا يرد، هو ما عم يطلع صوته، يجربوا مثلا يعيطوا له دق لنا كذا ما كان يرد. تروح فرقه اجنبيه تيجي فرقه ثانيه، اجى كثير فرق ولا حدا كان يجرب يفوت يدور لانه يقولوا لنا ما في صوت. جربت بطريقه انا قلت ما زال عم يعملوا هيك، قلت لهم هو ما بيعرف تركي، عم بتعيطوا انتم بالتركي، عيطوا له بالعربي. قام جابوا واحد صار يعيط له بالعربي، حملت انا حجر وصرت دق لهم على الجسر تبع البناء. قالوا يقولوا له اذا عم تسمع دق لنا، صرت انا دق بالحجر، تعمل بالحجر دق هيك طق 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 انه في حدا جوا بده مساعده، يقول لهم واحد في طقطقه، يجربوا يرجع يسمع يقول لهم بلا في طقطقه، قال لهم انا ايه في سيسوار، يعني هو بالصوت بالتركي اسمه سيس، قال له انا سيسوار يعني في صوت اللي في وار وار. لحتى نحمسهم يفوتوا رجعوا قالوا لنا خلص ما عادش طقطقوا وانتم ما عادش تحكوا، روحوا كلكم لبرا. زعبونا يا حسوا علينا انه نحن اللي عم نعطي هالاشاره، زعبونا لبرات البنا لبرا لبرا على الشارع، ما عاد يخلونا. شوي حملوا حالهم وراحوا، قال ما في سيسيوك يعني ما في صوت، ما كانوا يجربوا يفوتوا يدوروا على حدا الا يكون عايش عنده روح. جربنا كثير مع كثير فرق، اجى فرقه ايطاليه، فرقه الى انجت الا لا، اجوا شباب الدفاع المدني اللبناني اللي هن ما بيتكافوا، نحن بلبنان يعني بلاهم ما فينا، وكتر خيرهم وسمعوا الندى اللي نحن والصرخه اللي احنا صرخناها، ولبوا هالصرخه ولبوا الندى اللي احنا نديناه وطلعوا وكتر خيرهم مشكورين، وبايديهم طلعوا ما معهم عدي ما معهم شيء، ساعدتهم السلطه التركيه عطتهم عدي واشتغلوا وكتر خيرهم، وطلعوا جتة بنت الله يرحمها اسمالين الدور اللي بيا سوري من ادلب مهجر وقاعد بتركيا، كمان كان عم يطلب منه لكل الفرق اللي اجوا يقول لهم بنتي موجوده هون انا اكيد، لانه ابني شلته عن التخت متوفي وهي نايمه على التخت اللي جنبه، بنتي موجوده اكيد هون، ولا كان حدا يدور له عليها لانه ما في صوت ما في عيطه ما في روح يعتبروا. شباب الدفاع المدني يعطيهم العافيه، يجبروا له بخاطره وفاتوا ولقوا له الجتة واشتغلوا كثير فيها لطلعوها، لأنه كان محلها كثير محشور للين وحرام الله يرحمها بنت صغيرة، وجبروا له خاطره وأخذ هالجتة البي، وكان فرحان قوي لأنه أخذ الجتة تبع بنته وراح يدفنها، كان فرحة لا توصف. ومارلين البنوتة الأمورة، تعالي تعالي حبيبتي، تعالي عدي جنب بابا. قولي لي مارلين، كنت حاسة بإيه لما عرفتي إن في زلزال وبابا في تركيا؟ كنت خايفة؟ كنت بتعملي ايه؟ كنت بتصلي؟ بتقولي ايه؟ بتقولي ربنا ايه؟ يا رب انقذ بابا؟ يا رب انقذ بابا، بابا حبيبك؟ وربنا انقذ بابا عشان انتي صليتي وماما صلت وتيتا صلت، يسوع بيسمع الصلاة صح؟ حضني بابا بقى، حضني بابا، ربنا يخليها لك. شكرا. تفتكر بعد ما الدنيا تتصلح والبلد تتبني تاني هتحب تروح البلد دي تاني؟ أكيد أكيد. أنا فهدت جواز سفري بالغرفة
فقدت هويتي، فقدت دفتر السواقة يعني، وحتى كل شيء كان معي انفقد، المصاري أي شيء ما طلعت ما معي شيء. قل لهم لشباب الدفاع المدني اللي هو سعيد كان واحد منهم، قل لهم بس أنا بدي باسبوري مشان فيني أرجع لتركيا، لأنه إذا هلأ بظهر ما فيني أرجع، بس إذا بس بلاقي الأغراض بدي بس باسبور، أنا الفلوس ما بدي إياها، المصاري مش عايزها، بدي أتبرع فيها. الحمد لله هودو كانوا فدا عني، بس بدي الجواز مشان أقدر أرجع لتركيا. وحصلت عليه؟ أخ لقيته؟ قدمت، لا ما كان فينا نلاقي الغرفة، ما كنا نلاقيها بالمرة، كلنا نلاقي الغرفة ما كانت مبينة أبدا من عيني. قدمت لما جيت على لبنان، قدمت طلب لأرجع أعمل جواز سفر جديد بدل ضايع. وهيبدو لك وهتسافر؟ لا أكيد. وهترجع الحياة مرة تانية، وربنا هيباركك، ودايما هتفتكر الفقير والغلبان واللي مش قادر واللي عاجز، لأن ربنا ادالك حياة علشان الناس دي. في سبب أكيد. اشمعنى كل قلت لهم راح؟ قلت لهم الله عايزني، الله بعد بده مني شيء، في لي رسالة أنا لازم أديها، وأنا جاهز، شو بنطلب مني أنا جاهز. عارف أول حاجة هو طالبها منك إيه؟ إنه يبقى له علاقة شخصية معك. أكيد. إنك تتقابل معاه كل يوم. الصلاة يعني بنصلي لربنا، دي علاقة. كلام مش بنقوله محافظينه، لكن أنت عايز مني يا رب، أنت اديتني الحياة دي ليه؟ الإنجيل ده جوابات منه، كل يوم بيبعت لك جواب في أصحاح بتقراه. قول له كلمني وأنا بقرا الإنجيل، أنا مش بقرا واجب ولا روتين، دي كلمات خاصة ليا لقلبي ولحياتي. الحمد لله على سلامتك، وأنا هاجي أشوف ربنا بيعمل بيك إيه المرة الجاية لما أجي، وإزاي حياتك كلها ملك للرب وملك العمل الرب في الأرض. بس أهم حاجة، أو أهم من العمل، علاقة بينك وبينه، علاقة حبك. أمين 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 أمين. تحب تقول إيه للمشاهدين وكل الناس اللي بيتفرجوا؟ حتى نقول لهم إن شاء الله ما حدا بيدوق الوقت اللي أنا دقته، والعذاب والقعدة اللي كان كتير صعبة، لأنه الواحد كان يحس حاله أنه هو ميت، أو مش ميت، مدفون، بس هو طيب بعده حي، حاطينه بالقبر ومسكرين عليه. يعني حبوا بعضكم، الدنيا لحظة بتنتهي، مثل هيك سكرنا طبقنا الصفحة، سكرنا كتاب، أي شغلة بتغير كل شيء بالحياة. المحبة لازم تكون بين بعض، لأنه نحن بلبنان شفنا كل لبنان عم بيصلي وعم يدعي لإلي وللياس ولمحمد، ومن بعد ما أنا بينت صارت كل العالم عم بتصلي للياس ولمحمد لحتى يلاقون وتضويلهم شموع وتدعيلهم كرمال لياس. ما تلاقيش لياس، تلاقي جدته الجدته، ومحمد كمان تلاقي جدته بفضل شباب الدفاع المدني. أيوة محمد، أنت حكيت لنا عن محمد ولياس، الشباب اللي طوعوا من عنا وطلعوا على حسابهم الخاص، وشيء يعني كان خاص مش شيء دعوة يعني رسمي من الدولة، هني لحالهم الشباب سمعونا عم نصرخ، سمعونا عم نقول بدنا حدا يجي يساعدنا، سمعونا عم نطلب نجدي منهم، فهني لبوا الندى وطلعوا. الشباب كتر خيرهم، والله يخليهم بصحتهم ويخلي أهليهم. إيه الأمر اللي ممكن تقول هيتغير في حياتي بعد الحادثة دي؟ هلأ أنا لما طلعت من تحت الأنقاض، أخذوني على المشفى، عرفت شو كان صاير هون بالضيعة وبلبنان. العالم كلها كانت ضايعة، عم بتصلي لي، عم تدعي لي، عم بتقول اسمه. رحت عند شاب رفيقي صديقي، هو سوري مقيم بتركيا، نيمني عنده ببيت واستضافني واهتم فيي أول يوم. قلت لهم أنا خلقت اليوم، أنا هذا هلأ اليوم خلقت، أنا عمري يوم بالدنيا، لأنه أنا خلقت من جديد. وقلت له لمحمود، قلت له أنا من اليوم كل حدا كان زعلان مني أنا هلأ بدي دق له تليفون وصالحه وأحكي معه وقل له سامحني. أنا هيدي حتى محمود قال لي أنا رح أعمل نفس الشيء كمان، أي حدا زعلان، أي حدا ما بيحكي معي بدي أحكي معه بأي طريقة، لأنه خلص
بدنا نرجع نفتح صفحة جديدة ونبلش صفحة محبة وإنسة، ما بدنا يكون في زعل بين بعضنا أبدا. يا سلام يا سلام، الغفران الغفران أجمل هدية من ربنا. أكيد أجمل هدية. بنشجعكم تكونوا أصدقاء لصفحة المرأة الفاضلة على الفيسبوك، تابعوا آخر أخبارنا، مواعيد برامجنا التلفزيونية، مشاهدة الحلقات التي يتم عرضها، وشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. كما يمكنكم إرسال طلبات الصلاة من خلال رسائل الصفحة. كما يمكنكم أيضاً الاشتراك في قناة اليوتيوب الخاص بالمرأة الفاضلة لمشاهدة أرشيف غني من اللقاءات والحوارات الشيقة من الأراضي المقدسة والشرق الأوسط وأمريكا. كذلك نرحب بكل آرائكم من خلال تفاعلكم مع الفيديوهات والبرامج. كنت بتقولي لبابا ارجع، كلمتيه تاني يوم حبيبتي؟ كلمتيه تاني يوم وفرحتي لما سمعتي صوته؟ نعم. طب كنت حاسة بإيه لما سمعتي صوت بابا؟ كنت فرحانة؟ تعالى ارجع حبيبة قلبي. أنا لما طلعت من المستشفى وكان بعده مش مياس رفيقي، ما مبين لجدتك ولا مبين سفيني معروف عنه، فقلت أنا ما حأرجع لبنان إلا ما أنا وياس سوا. رحنا لتركيا سوا بنرجع سوا، وأهلي هون كان كثير مشغول بالهم علي، ويعني يقولوا لي تعال، قال لهم ما حأجي إلا ما أجيب الياس معي. طيب ما أنت تعبان وأنت طالع من تحت الأنقاض، وكان عندي شوي إصابات بظهري جروح يعني وكل جسمي مجروح، قالوا لي تعال، قال لهم لا، فخلوا بنتي تحكي معي. قلت لي بابا رجاء أنا اشتقت لك، تعال عندي. قالوا لا قولي له هيك حتى أنا أسمع منه وإجي. وأنا كان عندي إنه خلص ما بدي إجي إلا ما أجيب الياس معي. كتر خير الله، طلعوا الشباب وفضلهم لقينا جتة الياس الله يرحمه. هاي مشيئة الله، وجبناه معنا وزينا، ما تركت بتركيا أبدا، جبته معي. بس خليني أزيد شغلة كمان، إنه كمان بفضل بس بفضل وفائه ووفائه وقوة قلبه وصلابته إنه قدرنا نوصل لإليه بسرعة، لأنه قرر يبقى هونيك. ولما طلعنا كفريق ووصلنا هو اللي دلنا وين كان وكيف كان، ولما كان عم بيحكي معه وعملنا تجربة بالنسبة للصوت قدرنا يعني قائد الفريق يتبين تقريبا قد ايه المسافة اللي كان إليه بعيد عن باسل، وعلى هيدا الأساس قدرنا نوجه الفريق الإنقاذ أو البحث حتى نبلش بهيدا الطريق. وفعلا لقيناه دغري، يعني بلشنا تقريبا شي ساعة 6، الساعة 9 كنا لقينا الجثمان يعني، واستخرجناه على الساعة 1:30 الصبح. ولو ما كان بس الموجود كان ممكن يصير فينا بعد أكثر من محمد مثل ما كنا حكينا قبل، إنه 36 ساعة بحث. فبفضل وفائه لباسل، إنه برغم اللي تعرض له والتجربة أكيد الصعبة ضلوا موجود وما قبل يرجع إلا هو وصديقه. وفاء صديق، وفاء صديق، ما بتلاقيش الوفاء ده كتير في الأيام، لكن في البلد دي الناس دي متربية عن وفاء وعن إخلاص. الحمد لله على سلامتك، الحمد لله على سلامتك، ومبروك مبروك عليك رجوعك للدنيا، رجوعك لشعبك ولبيتك ولأهلك وعيالك. كتر خير، ألف مبروك. الحمد لله، ألف مبروك. الله يبارك فيك. الحمد لله. فاضلة تتحلى بصفات الإيمان، عاملة بيديها تشتغل بإتقان، آنسة هي كانت أو جدة أحفاد، امرأة فاضلة وثمنها فاق الأثمان، كسفينة تاجر من بعد تجتذب طعام، وبحكمة فمها تنشر حبا في كل مكان، يمدحها زوجها ويطوبها الأبناء، امرأة فاضلة.
مذكورة في سفر الأمثال، إن وجدت لرجلها تغنيه بكمال. كاملة مخلوقة من ضلعة إنسان، قادرة موهوبة وثمنها فاق الأثمان. كوديعة حب يحفظها رجل الإيمان، وتعينه ويعينها دوما في كل مجال، فتبارك بيته وتبارك بعدهما أجيال. امرأة